فلوس كيف قلت لك سؤال واحد 200 درهم ومنين خرج صاحبي هذا شاد معاك ولا لا ماشي معايا انت هذا براسو خليه كمل معايا انا كمل عمرك كمل معايا خويا غنسولك سؤال الاول فيه 200 درهم والسؤال الثاني فيه 200 درهم مرحبا السؤال الاول دولة الراس الاخضر اش من لغه كيهضروا بها ركز واعطيني الجواب شعوذه اكد شعوذه ها شعوذه واش انت متاكد اه شعوذه سيدي شفت واحد الجورنال هيت شتيها انت هيت شايفه انا وصحيبي الجواب خطا انت ماك صاحبي واجيت يا صاحبي كحل بلا صاحبي سنترزق الله على وليداتنا صاحبي غنديو هذيك 200 درهم تابعنا السوق صاحبي جيتي قناه تيابيه ماك منين جيتي يا صاحبي اش قلت لك ومنين جيتي كيفاش شعوذه